انفكشن، ولا انفكشس فايرس ولا بكتيريا، صح؟ فكل دي تشخيصات، والدكتور اللي قالت اوتو ميون، طب في اذر سيمتومز ولا لا، ده اكيوت ولا كرونيك، طب دي ميل ولا فيميل، طب بتاخد ادويه تانية ولا لا، والدكتور اللي قال جي اي، طب في مشاكل مع الاكل ولا لا، في ديسبيبسي ولا لا، يبقى اذا الثلاثه سيمتومز دول غير قادرين على التشخيص. نفس الشيء في الطب النفسي، كارسون ده اللي عنده ديبريشن وسيزون ومشاكل في علاقاته، وكان في سبستنس، كان في كان سبستنس في في سبستنس. الكحول وانكيتامين. طبعا لو انت خفيف في التشخيص ولسه يعني خلينا اقولها بصراحه خبرتك ضعيفه في الشغلانه دي وما عندكش فيها سكيلز كتير، هتقول عنده ديبريشن وتدي له انتي ديبريسنت، وده اللي بيعمله طبعا 90% من الدكاتره عشان ابقى صريح، ان هو ما اتعلمش يعني ايه تشخيص، ما اتعلمش ينفست في التشخيص، وما عادش يفكر في العيان. لكن لو جينا فكرنا بعمق شويه مع الدكاتره النفسيين وحتى مع المعالجين النفسيين، الاعراض اللي انا قلتها عند كارسون دي ممكن تشوفها في ايه؟ الدنيا امثله، اكتئاب واحد منهم، ايه تاني؟ عن انكزايتي، ايه تاني؟ بيرسوناليتي، ماشي، بس هو يعني صغير شويه، ماشي، ايه تاني؟ حاجات ستريس ريليتد، صح؟ نعم، حاجات سكندري لاذر ميديكال كونديشن زي اندوكراين، عنده نقص فيتامين دي، عنده نقص في الثيرويد، ايه تاني؟ سوشيال فوبيا مثلا، تعمل كده خليه مش قادر يواجه الناس، ولا ها ايه تاني؟ مود، كل المود، الدبريشن بانواعه بقى، لان انا هحطها في سندروم الاول، تمام؟ ايه تاني؟ ايا كان، يبقى اذا السيمتومز دي غير قادره على التشخيص. فدايما في محطه، عشان دي اللي هتشرحها دكتوره هند دلوقتي، ولو ما فهمتوهاش هتفهموها بالتفصيل طول الكتاب، في محطه قبل الاعراض والتشخيص. كنا حتى السنه اللي فاتت في المجموعه اللي قبلكم يا هند، الزماله لما كانوا معايا ايمان وكده، كانوا بيقدموا هنا سلسله من اللقاءات اسمها اس تو دي. حد حضر الموضوع اس تو دي ده؟ سيمتوم تو دايجنوزس، سيمتوم تو دايجنوزس، ازاي تحول السيمتومز لتشخيص، ازاي تحول الاعراض والشكوى بتاع المريض لتشخيص. هذا التحويل لا يمر غير عن طريق كلينيكال سيندروم او برزنتيشن، لازم يكون في دماغك الاول، غير كده هتتفسح وتتوه. هضرب مثال تاني للدكاتره بس هم اللي هيفهموه. حد هنا اشتغل نيورو او ليه خبره في النيورو؟ اتفضلي. طيب، عارفه في النيورو عندهم تقسيمات كده جنرال، اللي هي كنا بنقول ايه؟ ده فاسكولار ولا تروماتيك ولا انفكشس ولا اوتو ميون، اللي هي كانت في الاكرونيم بتاعت الفيتامينز. فانا مثلا دلوقتي جاي لك باكيوت رايت ليفت سايد ويكنس، وانا عندي مثلا 19 سنه، اكيوت ليفت سايد ويكنس، بس كده اكيوت ليفت سايد ويكنس. فانت لسه ده الشكوى بتاعتي، انا عندي ضعف حركي في الناحيه اليسار. فانت تفكري ده فاسكولار، فبالتالي يبقى ستروك او وستروك ان يونج، وتروحي تدوري بقى ستروك ان يونج ليه، ولا ده تروماتيك، انا خبطوني امبارح في راسي في خناقه في توك توك في الشارع، ولا ده ابيليبتيك، ممكن ده تودز بعد سيجر من الترامادول اللي انا بسيفه في الشارع، ولا ده اوتو اميون، ولا ده فاسكولايتس، ولا يبقى اذا في سندرومات، وبعد كل سندروم تخش في تشخيصاتها. انت لو قلت ان انا تروماتيك هيجي لك احتمالات، ممكن اكون سب ديورال، ممكن اكون روت، ممكن اكون مثلا ابيديورال، يعني حاجات كتير. نفس الشيء في الطب النفسي، لو قلنا للمريض ده مود، يجي التفكير طب ده ديبريشن يوني بولر ولا باي بولر، طب ده بيرزيستنت ولا ابيسوديك، دي سايما ولا سايكلوثايما، طب ده سيزون ولا مش سيزون، بوست بارتم مثلا لو واحده ست، لا ده مش مود ده انكزايتي، طب الانكزايتي دي هل دي سوشيال ولا دي مثلا جنرالايز انكزايتي ديسوردر، هل ده هايلي نيوروتيك تريتس وهو عنده مشكله في البرسوناليتي ولا لا، لا حد قال لي لا دي حاجه ستريس ريليتد، طب حد اتعدى عليه وهو صغير، طب في تروما، طب فأي تشخيص سواء في الطب العام أو في الطب النفسي بيمر عبر تحليل الأعراض للتشخيص بحاجة بنسميها السندروم أو الكلينيكال برزنتيشن أو المتلازمة العيادية. يعني هو جايب إيه دلوقتي؟ فعشان قبل ما دكتورة هند تخش تشرح، لأن الموضوع اللي جاي ده صعب وهيجي شرحه طول الكتاب، اتفضلي يا دكتورة هند. ميكروفونات لا قطرت معايا واحد تاني يا أعتقد ده لحضرتك، أنا معايا واحد ماشي تمام تمام تمام. يبقى زي ما اتفقنا إنه الـ diagnosis هو الفاينل ديستنيشن بتاعتي، يعني هي المحط الواجهة النهائية اللي أنا عايزة أوصل لها.
عشان بناء عليها هوصل هقيم هحط الخطة العلاجية، هعرف ايه العلاج اللي همشي عليه، هبقى فاهمة العيان ده فيه ايه. فبما اني واصلة لوجهة نهائية فانا ماشية في طريق، والطريق ده لازم ابقى عارفة ملامحه، لازم ابقى عارفة الخريطة بتاعتي انا ماشية ازاي. هو جيمس هنا عمل، او الكتاب عمل ان خريطة الطريق دي او الرود ماب دي عاملها 7 ليفلز، 7 مراحل كده لازم اعدي فيهم عشان اوصل للتشخيص بتاعي في النهاية. اول مرحلة او الليفل الاولاني هو gather complete database، معلومات. انا محتاجة اكبر كمية من المعلومات اللي محتاجاها تخص المرض ده عشان اعرف افهم، ما اقدرش اسمع كلمة وكلمتين واستمر واكمل واقول التشخيص ايه. ما ينفعش اشوفه في التلفزيون. ما ينفعش اشوفه في التلفزيون، ما ينفعش اشوف، يعني هي كلمتين، او هو عرض واحد، واحد موده حزين ومتضايق وما بياكلش وما بينامش، انت ديبريشن ويلا خد انتي ديبريسنتس. عشان كده زي ما دكتور احمد قال انا محتاجه وقت مع العيان، انا الجلسه بتاعتي بتقعد 40 دقيقه عشان انا محتاجه اقعد بجذر انفورميشن، انا مش ما عندناش سبوت دايجنوزز، مش بدخل ولا على هو داخل العيان اعرف يحكي، انا عندي حاجات لازم اخلصها اللي هي المراحل دي. انا عندي structured interview او عندي مراحل بمشي فيها عشان اوصل للتشخيص بتاعي. فانا محتاجه من الهيستوري ومن الاكزامينيشن بتاعي انا بسال حاجات، انا بدور على حاجات معينه وبساله عليها وبعرف الاعراض اللي هو جاي بيها وبيشتكي منها، فدي الداتا بيز بتاعتي. اما جمعت كل المعلومات دي هتبتدي الدنيا تتضح عندي واوصل الى ليفل 2. ليفل 2 اللي هو الاصعب شويه، اللي هي ايدنتيفاي السندرومز. كلمه سندروم هي مش ديزيز وهي مش دايجنوزز، انا الاعراض لما بتتجمع مع بعض بتعمل لي سندروم، اللي هي المرحله اللي قبل الديزيز او المرحله الاكبر والاشمل من الديزيز ومن الدايجنوزز. ودي الغلطه اللي كان دكتور احمد بيقول، دي الغلطه اللي احنا بنقع فيها، ان احنا بنوصل من السيمبتومز والساينز على الدايجنوزز على طول في مرحله سابقه هي السندرومز. وده يعني هو في الكتاب اشار ليها ان احنا كل تشابتر من اللي جايين هيبقى بيتكلم بالتفاصيل على مرحله مرحله من دول. ايه السندرومز، ازاي اشخصها، وايه بوظيفتها، وازاي اوصل منها بعد كده للديفرنشال دايجنوزز. بعد كده بقى المرحله الثالثه اللي هي ليفل 3 الديفرنشال دايجنوزز. بقى الديفرنشال دايجنوزز يعني ايه الاحتمالات اللي انا ممكن افكر فيها، ايه الحاجات اللي شبه بعض وممكن احطها بس برتبها اكوردنج لي الاوقع المنطقي اكتر اللي انا شاكه فيه اكتر او الكومن والكومن اكتر. محدش يحط حاجات رير ديفرنشال دايجنوز. مش كل حاجة، أنا مش هحط السايكايتري كله، أنا هحط بيزد على اللي أنا حللته من وهو هنا الداتا دكتورة هند بيحط ديفرنشال دايجنوز كام واحدة؟ المفروض 3. 3. وتعودوا كده عشان ما حدش يفتي ويجود، 3 بدون تجويد، 3. أنا بقول لكم 3 بدون تجويد، لأن أول ما هتعدي الثلاثة هيبتدي التجويد والفتي والحاجات الرير بقى. تمام؟ تمام. المرحلة الرابعة بقى الموست لايكلي بروفيشنال دايجنوزز، يعني انا بعد ما حطيت الديفرنشال دايجنوزز بتاعي اقول الموست لايكلي بتاعي، انا لسه برضو لغايه دلوقتي ده غالبا هو ده البروفيشنال دايجنوزز بتاعي. محدش يتضايق ولا يزعل حتى زمان الاخصائيين النفسيين، لان كل ده هيتشرح بالتفصيل القاتل في الكتاب، فاسمعوا بس الكلام وكل ده جاي شرحه. احنا النهارده زي اوت لاين كده بس، يعني ماشيين سريعا كده بس على زي الخطه المستقبليه بتاعتنا هتبقى عامله ازاي، وعشان نعمل ستراكشر عام كده يعني. بعد ما حطيت البروفيجنال دايجنوزز بتاعي انه هقول بقى ايه الكوموربيد دايجنوزز، ما هو مش ممكن يكون ممكن يكون معاه حاجه تانية، ممكن يكون معاه حاجه ميديكال تانية، ممكن يكون معاه حاجه بيرسوناليتي، فالكوموربيد دايجنوزز وبقى الرينج الكوموربيديتي اكوردنج للارجنس على حسب خطوره او احتياجه اكتر للعلاج. ممكن نقول كوموربيد بالعربي ازاي؟ التشخيصات المصاحبه المصاحب او المشارك او المشترك، ودي مهمه عشان زماننا المعالجين النفسيين لما تلاقي حاجات مشاركه، واشهر مثال مشارك التشخيص المزدوج او الثنائي اللي بتشوفه في الادمان. الديوال تمام. دايجنوزز. تمام. وبتبقى صعبه دايما يا دكتور ان احنا طبعا. نقعد نقول هل هو سبستنس انديوسد ولا هو سايكوتيك يعني ماشي، بس عنصرها في فلسفيا هنقول كلمه واحده بس الناس تشتغل بيها، بعيد عن الفلسفه بتاعت الكوموربيديتي لان انا شخصيا اتكلمت فيها كتير وليا حاجات مكتوبه ويوتيوبز وكده. هنقول حاجه واحده، ان كل ما الكوموربيديتي زادت، يعني كل ما المرضيه المشاركه او المصاحبه زادت، معناه ان انت بتتعامل مع حاله مور سيفير، يعني حاله اشد او اصعب، يعني انت بتتعامل مع حاله اشد او اصعب. فخد الكوموربيديتي او الاشتراك المرضي او
اصطحاب المرض ده علامه على شده المرض. فكر فيها كده، هتستريح في الشغل بعد كده. اللي انت عامل مع حاله صعبه، دي حاله فيها كذا وكذا وكذا وكذا. ليفل 6 المرحله السادسه بتاعتي ان انا هكتب فورميوليشن، ان انا بنلخص بنسمرايز الفايندنجز والكومبليكيشنز والكونكلوجن بتاعي. انا وصلت في الاخر كده الفورميوليشن اللي احنا دايما نقولها في اخر الشيت بعد ما جمعت المعلومات وحطيت السندرومز وبعدين قلت الديفرنشال دايجنوزز بتاعي وقلت ايه البروفيجنال بتاعي وبعدين قلت ايه الكوموربيد، هعمل بقى ده كله فورميوليشن واعمل له سمرايز. كل سؤال ده سؤال هيجي بس لزمايلي اللي شغالين معايا في القسم، كلمة الفورموليشن ايه الأسامي التانية اللي ليها اللي ممكن نقولها؟ assessment ايه تاني؟ الناس اللي شغالين معايا impression أو summary، دول أربع كلمات متشابهين عشان كل الزمايل يفهموا. يبقى الفورموليشن أو السمري أو الإمبريشن أو الأسسمنت كلهم كلمات واحدة، يعني رأي الدكتور في القصة اللي هو جمع معلوماتها دي. هل ليها اسم في علم النفس يا دكتورة هنيدي؟ يعني تلخيص أو تلخيص الحالة يعني، تمام؟ المرحلة السابعة وهي الأهم، أو يعني وهي مرحلة أنا شايفة إنها مهمة جدا بصراحة، يعني الـ ري ايفالويشن. ودي بتبقى واقعة في حتة عامة عندنا في مصر، حتى أي سيستم يقول لك أي سيستم ملهوش ري ايفالويشن فالسيستم بينهار بعد يبقى شوية. إعادة تقييم إعادة بناء تقييم على إيه بقى؟ از إيه؟ بناء على إيه؟ بناء على الداتا الجديدة اللي هتجيلي، يعني كل على شوية يجي كل لك خطوة. معلومات، كل شوية يجي لك معلومات. فانا فكره ان انا ابقى وصلت لدايجنوزز وخلاص وقفلت دماغي ان هو ده الدايجنوزز، وانا زي ما دكتور احمد قال بلبسه للعيان وانتهى. طب جد جديد، طب في حاجه لا انا بلبسها برضو في الدايجنوزز ده، ليها اسم بريماتيور كلوجر أو برايمسي إفكت، اللي أنت دماغك قفلت خلاص. ده زي ما يكون احنا ماشيين بالعربيه وصلت الوجهه بتاعتك الديستنيشن ما ركنتش العربيه فسبتها ونزلت سبت العربيه، يعني لا انا لازم افضل يعني طالما وصلت اقفل. صح، القفله الصح ان انا لازم اري ايفالويت كل شويه. وده عامه في الطب كله، يعني الطب كله وفي السايكايتري طبعا، ان ما تجيلي معلومات لازم اقيم من اول وجديد. ده كنا حاجه حتى بنتعلمها اول ما اشتغلنا في الاستقبال وفي الطوارئ وكده، ان انت بعد ما بتاسس العيان في حالته السيفير وخلاص عملت الاي بي سي بتاعتك والعيان استقر، ري ايفالويت يمكن حاجه تظهر ليه تاني. هنضرب مثال هنا بالطب العام برضك يا دكتوره هند عشان تفهموها. انت دكتور اطفال وجالك طفل في الطوارئ ويزيز وكل حاجه وتمام ونمونيا وفكيته وقلت اللي ده نمونيا وعالجته ومش عارف ايه، وكل شويه بقى جالك في العياده ريكارنت ومش عارف ايه، وانت قاعد تعالج واتفسحت بقى في النيبيولايزرز واتفسحت في البتاع لغايه ما جدته جات لك قالت لك ايوه يا دكتور انا فاكره الواد ده السنه اللي فاتت بلع حبايه سوداني وشرق بيها وبقى موجود. انت طبعا اتفسحت لان في نيو انفورميشن جت غيرت لك الموضوع كله، فالفورين بادي اللي دخلت وعملت زي جرانيوليشن في الحته ديت وهي اللي كل شويه قاعده تطلع لك ريكارنت شيست انفكشن وديكلويزز مش عارف ايه وكده، فقلب لك جابت الناهيه، الست دي دخلت جابت الناهيه اديتك معلومه جديده غيرت لك الموضوع كله. بعد انت كنت قاعد تتفسح في الازمه ومش عارف ايه، هل احنا بنشوف ده في شغلنا؟ اه طبعا طبعا. تقعد مع العيان واهله ساعه وهم خارجين على باب العياده، بس يا دكتوره كان ساعات بيجيب حشيش في البيت، الموضوع ده يفرق معاك ايه؟ الناهيه بقى، الناهيه اللي هي خلاص اللي هو الناهيه بقى اللي هي خدت الروشته وماشيه خلاص، تقول لك بس ساعات الواد ده كان بيجيب اصحابه في البيت وبياخد حشيش، الموضوع ده مهم. لا طبعا بننهار كلنا، مفيش حدنا ما مرش الموضوع ده. فظاع يقول لك اصلك بعد ما انت شخصت وكل حاجه والعيان ماشي، دكتور انا بروح دكتور اعصاب باخد علاج سرع بيجي لي نوبات، الموضوع ده يفرق معاكي؟ فهنا لازم الدكتور يكون عنده فلكسبيليتي، كل ما تيجي نيو انفورميشن يعيد التقييم ويغير تاني، نيو انفورميشن يعيد، لان انت ممكن يديك معلومه تنسف لك كل اللي انت عملته، يعني معلومه الحشيش دي تضيع لك كل اللي انت عملته. بعد ما كنت شايف اللي هو بيرسوناليتي واللي هو مش عارف وحد يا نهار ده بياخد حشيش، بعد ما كنت شايف اللي هو سكيزوفرينيا ومش عارف ايه ده عنده صرع يجي له نوبات، فده ممكن يكون انتر ايكتر سايكوز. فلازم الدكتور يكون حساس للمعلومات اللي بتيجي كل شويه ويدور عليها كل شويه، سواء جت من الهيستوري او جت من الاكزامينشن او حتى جت من الدراج ريسبونس زي اللي انت اديت انتي ديبريسنت وبدا يعمل ديستابيلايزيشن للمريض. خليك حساس وافهم، ما تقعدش تقول بقى اللي ده دراج
تريت ريزيستنت ديبريشن وتقعد تغير في الانتي ديبريشن. فموضوع اللي الدكتور يبقى عنده فلكسبيليتي ومرونه مع المعلومات اللي بتيجي جديده دي مهاره مش سهله. تمام؟ ففكرة الـ re-evaluation كل شوية، إن أنا ما وصلتش للـ diagnosis وخلاص تربست دماغي عليه، يعني إنه كل ما تظهر لي معلومات جديدة أنا بعيد تقييم الموضوع، بشوفه من أول وجديد. ممكن يكون في organicity، في حاجة أنا مش واخدة بالي منها، مش لازم إنه زي ما دكتور أحمد إنه أقول ده resistant وأمشي في السكة دي، لازم أ re-evaluate كل شوية. دي الـ خريطة الطريق اللي هو حاططها يعني في أول الكتاب وفي آخره، زي ما قلناها كده، إن أنا بجمع information من الـ patient، من الـ relatives، من كل حاجة تقدر تجيب لي information، من الـ investigations اللي أنا بعملها، psychological testing عشان زمايلنا اللي حاضرين اللي هو القياس النفسي. psychometry والحاجات القياسات النفسية مهمة بالنسبة لنا، كل ده هيخليني أوصل ل أعمل الميديكال ريكوردز يعني ملفات قديمه اللي هو كانت حجز قبل كده او معاه تقارير. كم يعني كم مصدر للمعلومات عديهم كده يا هند؟ واحد اثنين ثلاثه خمسه، نقولهم تاني بالراحه كده. عندي ال patient interview مقابله المريض، الانفورمر الانفورمنس اللي هو الشخص اللي معاه، اهله، اصحابه، الشغل، المدرسه، الشرطة، القضاء، اللاب والداتا لاب والايمجينج، داتا، الفحوصات اللي انت هتعملها، وبعدين ال الميديكال ريكورد، سجلات قبل كده او تقارير قديمة او روشتات قديمة هاتوها لي، سايكو سايكولوجيكال السايكولوجيكال تيست تيستنج، القياسات النفسية. كل دي معلومات كلها بتصب في ايه؟ بتصب في في اللي انت البيلدينج بلوك. بتكون قاعدة البيانات بتاعتك اللي هتبني عليها. ولما اوصل لي اجمع كل المعلومات دي، هاخد بقى ساعتها الهيستوري اوف بريزنت illness. يعني انا محتاجه كل ده عشان اخد منه الهيستوري اوف بريزنت illness، بشوف لو في حاجه سابقه previous mental illness، في previous medical illness، في عندي family history لحد في العيله حصل له كده، في امراض شبه كده، فبقى عارفه ان في genetic loading، في genetic burden كبير. وده داخل في حته الليتنت اللي قلنا عليها، اللي حد في اسرته كان ليتنت والمرض ظهر فيه هو. تمام؟ والاعراض اللي ظاهره لي، الفيزيكال سيمتومز اللي جايه بيشتكي من اعراض جسديه كمان مصاحبه للمرض، او والمنتال ستيتس اكزامينشن، كل ده اللي احنا بنعتبر كده احنا عملنا كده وانا كده خلصت اللي عليا وامشي اقفل بقى الملف واقوم. ده انا لسه في اول بلوك، اول اول خطوه، خطوه، اول انا عملت خطوه في اول التشخيص، خطوه، اول خطوه في التشخيص. والخطوه دي ممكن بتاخد مقابله او اثنين او ثلاثه، ساعات ما بنعرفش نخلصها. هتقول لي طب اتصرف ازاي ان بتوين؟ لا دي قصه تانيه، دي نتعلمها واحنا قاعدين مع بعض في القسم وفي العياده، اللي احنا في كل خطوه ممكن ناخد اجراء على قد كام يوم بس. تمام؟ تاني خطوة بقى بعدها ان انا ابتدي احط المعلومات اللي انا جمعتها دي احطها في سندروم. يعني تعالوا نقول كارسون ده لو جمعناه في سندرومز، ممكن يكون مود، ممكن يكون حاجه انكزايتي او نيوروتيك، ممكن يكون بيرسوناليتي، صح؟ دول ثلاثه سندروم. احنا مش عارفين جوه كل واحده في تشخيصات. لانه لو مود في احتمالات، لو نيوروتيك في احتمالات، لو بيرسوناليتي في احتمالات. انا ما وصلتش لتشخيص يعني كده يا دكتور، انا دلوقتي حطيت بس العيلة الكبيرة، يعني قلت اللي مود، انا هشتغل فين؟ بيرسوناليتي، اشتغل فين؟ انكزايتي. اروح ادور فين؟ ممكن واحد يخالفني يقول لي لا البيرسوناليتي مالهاش لازمه دلوقتي زي ما هنعرف قدام. ما تنفعش تحطها في عين جاي ده طالب معاد طوارئ، الراجل ده طالب معاك معاد طوارئ. فكر في السابستنس، يبقى السابستنس ده سندروم. ماشي؟ من السندرومز دي هوصل للديفرنشال دايجنوزز، احط الثلاثة ديفرنشال دايجنوزز اللي انا شايفها، يعني احول السندروم ليه دايجنوزز، بس ايه الاحتمالات اللي عندي؟ ولازم يكون وايد رينج. يعني ايه وايد رينج؟ حد يقول يعني واسع المجال او المدى. ما تجليش تقول لي ده عنده باي بولر 2 ديبريشن دلوقتي 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 باي بولر 2 ديبريشن. يعني انت حتى تقول باي بولر وبعد كده افكر باي بولر 1 ولا 2، قول مود ديس اوردر. يعني ادي برود رينج. والوايد رينج ده بيتجاب في الدي اس ام والاي سي دي عن طريق كلمه ان سبيسيفايد. اول ما تقول كلمه ان سبيسيفايد يعني غير معين، معناه ان انا شاكك في المجموعه دي، شاكك في الفصل ده كله. تمام؟ اتفضلي يعني. تمام. بعدين بنوصل للدايجنوزز بقى، وصلت للدايجنوزز بتاعي. لازم يبقى الدايجنوزز بعد ما وصلت له بالايفاليويشن، ومن الدايجنوزز هحدد الخطه العلاجيه بقى، هتختار واحد احط بس الخطه. يبقى هو الوركينج اللي هتشتغل عليه، اجرائي. واحد بس من الثلاثه تشتغل عليه. والشغل اللي هتشتغله ده تحط له مده، تقول انا هشتغل على التشخيص ده اسبوع مثلا او اسبوعين واشوف النتيجه. تمام؟ كملي. التشخيص اللي اخترته ده الدايجنوزيس بتاعي اللي ماشي عليه العلاج وهشوف عليه. بقيه الحاجات اللي انا ما زلت شاكه فيها او اللي هي ممكن تكون مصاحبه
احط الحاجات المصاحبه الكوموربيد دايجنوزز. ما هو هو مثلا عيان مود بس معاه بيرسوناليتي، هو عيان مود بس معاه انكزايتي. اه انا شايفه انه بناء على الخطوات اللي مشيت فيها ان هو ديبريشن بس في كوموربيد انكزايتي معاه مثلا، فهحط الكوموربيد يعني هختار الكوموربيد دايجنوزز واخليهم دايما في الاعتبار، وبعدين اوصل بقى لاخر مرحله اللي هي تشيك اب وذ اكمل احط ده الاول في خطه فورميوليشن بتاعتي، اسمرايز كل ده وابقى الدنيا واضحه بالنسبه لي، ومنها ابتدي اعمل تاني ري ايفالويت تاني هل هو بيرسبوند للتريتمنت، هل انا تمام. محتاجه مور هيستوري فارجع تاني من اول وجديد، لو مش بيرسبوند مريض مش بيستجيب للدواء اعمل ايه؟ لا بصوا على الرسم كلكم تقولوا اعمل ايه؟ مريض مش بيستجيب للدواء اعمل ايه؟ السهم رايح فين؟ ارجع للديفرنشال دياجنوز بتاعي والتشخيص. ما بتغيرش الادويه زي ما الناس بتعمل. 90% من الناس في شغلها اول ما الدواء يعك معايا يقعد يلعب في الادويه ويغير في الادويه. انت مشكلتك ما كانتش في الادويه، انت مشكلتك فين؟ فوق. يبقى عشان كده حط مجهودك في الاول عشان تستريح في الاخر. لقيت الدواء ما اشتغلش ارجع للسندرومات اللي كنت حاططها فوق. انت اشتغلتي مع كارسون ده اكتشفت اللي هو مش مود، ارجع ورا. ما انت كنت حاطه اللي هو نيوروتيك، ممكن تكون بيرسوناليتي تريتس، انت كنت حاطه لا ده ساوند، كل ده حاجات تانية. ارجع اشتغل من تاني، شوف ده موجود ولا لا، عن طريق اللي انت تجيب معلومات ومور هيستوري ومور تيستينج. هو الشغل كده. الكتاب كله هيشرح الخريطه دي، الخريطه دي مش شرحها النهارده، ما حدش يزعل، استاذنك ما حدش يزعل اللي انتم مش فاهمينها النهارده. الكتاب كله شغال في الموضوع ده، ولو حد اشتغل معايا في القسم علينا بننفذ الكلام ده فعلا. بنحط تشخيصات، بناخد واحد نشتغل عليه اسبوع اسبوعين، ما جابش نتيجه ننقل على اللي بعده. مش ده اللي بيحصل يا ملك؟ احنا بنعمل كده، هو الشغل كده. اشتغل بقى تلعب في الادويه زي ما الناس بتعمل. ده في ناس اسوء بقى، مش بيلعب في الادويه، يركب بقى. كان بياخد اتنين اتنين بقى وتلاته، ثلاثة بقى أربعة، أربعة بقى خمسة، هوب بتلاقي العين داخل عليك بيست فيها خمس ست أدوية، يقول لك بقى غير لي دول، وأنا بقى مطالب الجوكر، أنا اللي في السوق اللي ألم بقى إيه المشاكل بتاعت الناس كلها. هو ده اللي بيحصل، هو ده اللي بيحصل. تلاقي ده عين داخل عليك بثلاثة أربعة أنتي سايكوتيك، على ثلاثة أربعة أنتي ديبريسنت، عشان الدكتور اللي شافه ولا بيشخص ولا بيعرف يشخص، وبيشبط كل عرض ليه دواء وكل شكوى ليها دواء. وبقى طبعا إيه، قابل بقى سودو فلوسف السكر دوت بيعمل ايه مع الريسبتور ده، وده عشان الدوبامين مش عارف ايه، وده اصلك ده مع ده بيزودوا السيروتون. ويبتدي بقى السودو فلوسفي والكلام بقى بتاع العصور الوسطى زي الراجل جيلين لما كان يقعد يقول لك لما تحط العرق على البول يحصل ايه، ولما تحط البول مش عارف على الدم يحصل ايه. هو نفس الشيء بالظبط، ده كله باراميديكال براكتس، ده كله بره الطب. الطب فوش كده، هو ده الطب، اللي انت تلم معلومات تحط احتمالات، تاخد احتمال تشتغل عليه ما جابش ارجع من تاني، حط جيب معلومات حط احتمال اشتغل عليه ما جابش نتيجة ارجع تاني. هو كده. مفيش احنا ما عندناش مشكلة مع الأدوية، ما عندناش مشكلة مع الأدوية، الأدوية كلها كويسة حلوة، الأدوية كلها زي الفل، كلها واخدة اف دي ابروفال ومعمول عليها راندوايز كلها زي الفل. احنا مشكلتنا في التشخيص، ان هو التشخيص لو مش مظبوط الدواء مش هيشتغل. الأدوية دي تستهدف تشخيصات محددة معروفة، no diagnosis no treatment، بس كده no diagnosis more information، وهكذا. الخريطة دي هتتشرح طول الكتاب، فمحدش يزعل محدش يتضايق، وهنفهم ازاي نطبقها مع حالات كتير. حتى حالة كارسون دي هتكمل في كذا فصل جاي، عشان بقية الدكاترة اللي معانا الحالة دي هتفضل معانا في كذا فصل جايين لغاية ما نشوف هنفكها ازاي. اتفضلي. هو بس احنا دايما علمونا ان او دايما القول المأثور بتاعنا ان الشيت بتاعي او الاكزامينيشن بتاعي هو السماعه بتاعتي في السايكايتري، فزي ما السماعه بتاعتي هي الشيت الادويه بتاعتي هي المشرط، يعني انا كسايكايتريست الفارماكولوجي بتاعي هو مشرط الجراح بتاعي، هو اللي انا بتدخل فيه مع العيان، فانا ما اقدرش ان انا افتح من غير ما اسمع، يعني انا لو ماسكه مشرط من غير ما بعرف انا هفتح فين وهعمل ايه انا كده بضر العيان انا ما بفتوش، فهي ده بس الـ يعني التيك هوم مسج يعني بتاعتنا انه ما امسكش مشرط من غير ما اكون انا عارفه كويس انا هفتح ازاي انا مخططه ازاي انا هعمل زي ما ازاي. قال بكرات فيرست دو نو نو هارم. هارم نو هارم، وما افتحش واسيب العيان مفتوح وامشي، يعني الدكتور الجراحه اللي يمسك المشرط ويخلص شغله ويمشي ويسيب انت كده ضريت العيان، فانا لازم ابقى عارفه انا بالظبط رايحه فين
وهفتح ازاي وهعمل ايه، وبعد ما افتح هديله ايه واتابع الموضوع ازاي. ده الطب، وده اللي بيفرق بين الدكتور والمش دكتور. يعني دي من ضمن الحاجات اللي لما بنسمع ناس على الميديا كتير وكده، وبيبقى طالع انه يقول ان هو ينتمي للميديكال فيلد او كده، بتعرفه على طول بان مفيش دماغ، مفيش، بس واضحة يا مش دكتورة، يعني متسيستم. واضحة المغنية دي، واضح لها أندر لاين، دكتور مش بيفهم. واضحة. لا واضحة، ما تجدليش واضحة، يعني هتكون ايه غير بوردر لاين؟ الست دي بوردر لاين، عامة أنا بعرف مش يعني، شايفة لابسة ازاي؟ أنا بعرف إن اللي بيتكلم قدامي، أو غالبا يعني أما ألاقي إن مفيش خطة بيتكلم بيها، يعني ما واحدة تقول لي إن أنا رحت لفلان وقال لي عندك وعندك 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 بناء على مثلا شكوى واحدة من عندي، لا أنا ده مش انا طب. اشهر سؤال بساله الناس في العياده، الدكتور قال لك التشخيص ايه؟ وده اللي جاي يقول لي ما قاليش حاجه. وبيجي لي ناس يا دكتور اللي اتفضل. هو لا بس في حد في التلفزيون بيقول كلمت ربنا؟ في ناس بيقول كده في التلفزيون؟ لا انا ما اعرفوش، ما اعرفوش. لا انا ما اعرفوش. لا بس ده معدي، ده كده ده المفروض ما يطلعش في التلفزيون، ده المفروض احنا اللي نروح له. وفي ناس بتيجي، يعني انا بشوف ناس بتيجي بكميه روشتات زي ما حضرتك بتقول، وبنوصل لاي سي تي وكل ودخل برج مستشفى كمان. وكل دراج جروبس وكل حاجه، ومفيش تشخيص واضح في الاخر، مفيش اي حاجه واضحه. تمام. ف ده التيك هوم مسج بتاعتنا دي، الخارطه الطريق اللي لازم نبقى اللي هنمشي عليها في بقيه كتاب. الفصل كله، الكتاب كله. شكرا دكتورة هند. شكرا لحضرتك. هنسمع اسئلته بقى، نسمع اسئلته. الكتاب لسه جاي ان شاء الله كتير، واتمنى يكون معاكم الكتاب، لان كل زميل هياخد فصل في الكتاب وكده، واسمع اسئلتكم او تعليقاتكم لو حد عنده سؤال. شكرا دكتوره هند. حد عنده سؤال او تعليق؟ اتفضل. طيب هل في امل اصلا يعني الاصلاح عنهم، او يعني مش عارف واحده واحده، ادينا بنحاول يا محمود. طيب هو هنعمل ايه؟ ادينا بنحاول واحده 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 واحده. يعني هي الفكره ان الناس، ادينا بننشر يعني واحده واحده. يعني في جيل اهو طالع جديد، انتوا مثلا في جيل قبلكم طالع يتعلم السايكوثيرابي، انا الجيل بتاعي ما اتعلمش السايكوثيرابي، انا ما اتعلمتش السايكوثيرابي. ففي جيل ما شاء الله طلع وتعلم سايكوثيرابي، ففي جيل جديد اهو هيطلع هيبقى متعلم تشخيص كويس، ويفهم الناس يعني ايه تشخيص، وياخد الناس للمربع الطبي، ونفيد زمايلنا، لان احنا برضك ساعات بنقول ايه زمايلنا الاخصائيين النفسيين ما يشخصوش. طب ما نعلمهم ازاي يشخصوا، عشان احنا شغالين في نفس التيم. يعني الكتاب ده الراجل اهو موجهه للمنتال هيلث كلينيشنز، انت لو رجعت مراجع الكتاب جايب لهم كتاب مخصوص للسوشيال وركر بيقول له ازاي تشخص، وطول الكتاب بيخاطب السوشيال وركر، لان السوشيال وركر ده مهم، لان ده لو ما لقطش الموضوع مش هيعرف يبعت، لان في دول كتير السوشيال وركر ده بيشوف عينين اكتر منه، ده اللي بيروح البيوت والمدارس والشغل وبيلف. انت دكتور باشا قاعد في المستشفى ما تشوفش حاجه اصلا، التاني ده اللي بيشوف. فاحنا لازم ننشر الفكره فواحده واحده. معلش اتفضل. بيمشي على الشابترز بتاعتي، يعني بتتكلم على ديزيزز ولا بتتكلم على بكتيريا؟ هو الكتاب متقسم 3 أجزاء، الجزء الأول اللي هو من شابتر 1 لـ 7 هيحط قواعد أساسية للتشخيص، قواعد أساسية للرود ماب اللي قالتها دكتورة هند، يعني هيشرح دي بالتفصيل في أول 7. بعد كده في الجزء الثاني اللي هو شابتر 8 و9 و10 هيدخل الكلام على الديفرنشال دياجنوز والكوموربيديتي عن طريق الجداول الضخمة اللي في الكتاب ده. والكتاب ده فيه جداول رائعة يا ريت كلكم تطبعوها لوحدها، اللي هي الجزء بتاع قبل أنت ما تخش وتعمل ديفرنشال دياجنوز وكوموربيديتي. بعد كده الجزء الثالث اللي هو من شابتر 11 ل 19 هيناقش التشخيصات، كل تشخيص لوحده، ويحط له زي تري دياجنوستيك تري، يعني هيحط مثلا حاله كارسون ده الدبريشن تمشي ازاي، السايكوزس تمشي ازاي. فاللي انت بتقوله ده هيجي في الجزء الثالث من الكتاب اللي هو من اول شابتر 11. تمام. حد عنده سؤال او تعليق؟ اتمنى ان شاء الله نكمل مع بعض الكورس، وحتى يعني لو ما قدرناش نكمل لظروف ما، انا يهمني اللي احنا حطينا الفكره، والكتاب ده مهم جدا. الكتاب ده من الكتب زي ما قلت لكم في بدايه الكلام، برين واشنج، هيغسل دماغك اصلا، هيخليك تفكر بطريقه تانية وانت قاعد مع العيان. وكل كتب جيمس موريسون كده، وده اصغر كتاب فيهم وهو كتاب سهل، الكتب التانية اكبر شويه وفيها تفاصيل، وقدام شويه ان شاء الله تقروها كلها، هي كتبه حلوه، بس الكتاب ده سهل وصغير، والكتاب لسه طالع من اسبوعين بالظبط، يعني احنا اول ما نزل نبهنا على الكورس. ان شاء الله إن شاء الله نتقابل كل يوم سبت هنا إن شاء الله الساعة 1. شكرا ليكم، وشكرا لإدارة التدريب. شكرا لك. شكرا.